عصرنا إلى عصرنا من تحديد المرضى منهم. وفي مقدمتهم الأخ الأسير القائد ناصر أبو حميد. رسالتنا فقط لجماهير شعبنا الفلسطيني، لا لأحد آخر. القرار يجب أن يكون بالشارع فقط لكي يفهم هذا الاحتلال اللغة التي يفهمها. هذا ما يشكل الفارق، وهذا ما من شأنه ربما أن نقدم كشعب فلسطيني القليل لهذا البطل، أن نحمله على أكتافنا. السياسي كما ذكرت أكثر من مرة صمت المقابر. بالنسبة لنا كعائلة هم ليسوا موجودين. ناصر يعاني الويلات في داخل ما يدعى بمستشفى الرملة. ناصر وضعه الصحي خطير جدا، السرطان تفشى في كل أنحاء جسمه. أطباء الموجودين في مستشفى الرملة أوعزوا بالإفراج عنه لأنه يحتضر، وأنه بأيامه الأخيرة. رسالتنا كأهل ناصر أبو حميد بالإفراج عنه لتمكن من عائلته بإلقاء النظرة الأخيرة عليه أو استكمال علاجه إن شاء الله. يتحركوا للمطالبة بتحرير الأسرى والإفراج عنهم من سجون الاحتلال. ابني بسجن النقب 19 عام صار له في السجن، وأول ما انحكم بالمؤبد ثم استأنفنا الحكم إلى أن 27 عام، وهو الآن 19 عام في السجن. هدموا بيتنا قبل أن يعتقلوه حتى يستطيعوا أنه يمسكوه، لكن الحمد لله ابني في خير إن شاء الله في سجن النقب. ونتمنى الجميع يوقف مع الأسرى ويطالبوا بحرية الأسرى. الاحتلال الإسرائيلي وهناك المستوطنين والصهاينة واليمين المتطرف في إسرائيل حتى المريض يخاف منه.